بخصوص أموال المقاصة، لا زالت إسرائيل تحتجز كامل أموال المقاصة، وحتى هذه اللحظة لم تقم إسرائيل بتحويل أي مبالغ لنا، ولم يحصل أن جرى مثل هذا الأمر على مدار 30 سنة الماضية. من جانب آخر، تم الاتفاق مع النرويج أن تحول قيمة المبالغ التي نحولها لقطاع غزة لترسل إلى حساب خاص بالنرويج. إن هذا الترتيب اشترطت به إسرائيل أن لا يتم إرسال أي مبالغ لنا من الأموال المحتجزة والمحولة للنرويج، ولم تقم إسرائيل بتحويل المبالغ للنرويج أيضا حتى تاريخه. إن هذا الترتيب لا يعطينا حقنا في كامل أموالنا، وعليه فإن هذا الأمر لا يحل لنا الأزمة المالية